صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 124 لسنه 2021 بتعيين رئيس للبعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى الجمهوريه العربيه السوريه جاء فيه يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى الجمهوريه العربيه السوريه بلقب سفير فوق العاده مفوض